اهلا بحضراتكم. انا بس مش هطول عليكم النهارده، الموضوع سريع بخصوص اللي حصل في لبنان والضربه الاسرائيليه بالحرب الالكترونيه اللي ضربت اسمهم ايه البيجرز، الموتورولا اللي موجودين في ايد الناس في لبنان، وده بيشمل حزب الله، بيشمل عاملين خدمات طبيه وحاجات تانية. يعني هو قال لك اس 900 ولا مش عارف ايه موديل معين، يعني موتورولا واضح ان هو كان يعني متلغم في حاجه، معمول له حاجه الكترونيه بحيث ان هي ديفايس ان هو يضرب في اي وقت يسخن ويضرب. ما اعرفش لسه، ما نعرفش التفاصيل ايه، ولكن هي ضربه اسرائيليه في جيوب الالاف من اللبنانيين. هيكون نتيجه ليها لبنان هتصعد وايران هتصعد، لان طبعا السفير الايراني في لبنان معاه بيجر مربوط مع حزب الله علشان الاتصالات خارج المواصلات الاتصالات العادية، وده طبعا يعني غباء. يعني انا مش عارف، انت عايز تعمل اتصالات وعايز تعمل تجارات، ده شيء ظريف جدا، تقوم رايح جاب موتورولا. يعني مفيش فص يغير الفكر ده. الصين بتعمل بيجارات والهند بتعمل بيجارات وفرنسا بتعمل، رايح تجيب المهم طبعا غلطة كبيرة، ولكن هو البيجر المترولة من أشهرهم، وخاصة في المستشفيات وخاصة اللي موجودين دلوقتي مع حزب الله. فإحنا نستنى تصعيد، والتصعيد ده ممكن يبقى في اتجاه تاني، يعني مش لازم يبقى في لبنان، ده من ناحية المعسكر الغربي، ولكن في ناحية المقاومة ممكن يحصل تصعيد من أماكن مختلفة أو هجوم متعدد الجهات. هنشوف، لسه ما نعرفش إيه الحكاية، ولكن ضربة الصواريخ اللي حصلت من كام يوم، الصاروخ الباليستي السابسونيك ميسايلز، ناس كتير بتسأل ليه، يعني ليه لو هم عندهم التقنية دي ما ضربوهاش من الأول، وليه لما هم عندهم التقنية دي بيضربوا صاروخ واحد يا جماعة محدش بيكشف كل ورقه، كل واحد بس بيطلع ايه، انا معايا الكينج السبيد، انا معايا الكوين الهارت، انا معايا الدايموند جاك، حسب بقى كل واحد بقى ايه بيكشف. مفيش حد بيقوم ايه، انت ضربتني بالقلم انا هطلع لك كل حاجة معايا بقى بعدين بقى. القلم جاب نتيجته، وهي اللعبة كلها ان التصعيد يحصل، ان كل واحد بيبتدي يفاجئ التاني بحاجة جديدة، بتكنولوجيا جديدة، بحاجة جديدة. اللي اليمن عملته ان هي بتقول لاسرائيل اوعي تفتكري نفسك، يعني بعد الضربة بتاعت ميناء الحديدة او الحديدة او الحديدية الحديدة اي ثينك ان هو اسمه الحديدة، حزب الله اسف الحوثيين ردوا، والرد فاصل لان هو حتى ما عندهمش وسائل دفاعيه ضد النوع ده من الصواريخ اصلا، وبالتالي انت بتقول لاسرائيل انت قلعه، لكن هل ينفع تسوي اسرائيل بكره بالارض؟ لا، هتقوم رد عليك نووي. فلازم التصعيد يحصل بشكل تدريجي، فده اللي بيحصل دلوقتي، وده تعليقي على اللي بيحصل اليومين دول. وزي ما قلنا من بدايه طوفان الاقصى، اللي متابعني وعارف الكلام ده كويس، إن الحرب رايحة في اتجاه واحد بس، وهي التصعيد، لحد ما توصل لمرحلة حرب شاملة في الشرق الأوسط بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. أنا مش بقول حماس وحزب الله، لا لا، أنا بتكلم على معسكرات في جزء من الكامبين بتاع الحرب العالمية الثالثة. الناس طبعا كانت شايفاها زمان شيء غريب وشيء بعيد والكلام ده، أديكوا شايفين خطوة خطوة إحنا عمالين رايحين في اتجاه الحرب العالمية الثالثة، وربنا يسلم الجميع. بالنسبة لمصر عندي خبر سريع بس كده، ان علاني اللي هو المرشح نفسه لليونسكو، الراجل ده جات لي اخبار ان هو قابل اعضاء ممثلين عن اللوبي الصهيوني في امريكا، وطلب دعمهم بخصوص ترشحه ان هو يبقى رئيس لمنظمة اليونسكو، مقابل ان هو هيدرس الهولوكوست في المدارس المصرية. وده شيء والله جميل جدا ان الواحد يعرف يعني المجازر اللي حصلت في الزمن القديم من 80 سنة علشان نتجنب ان هي ما تحصلش تاني. ولكن
يا ترى التعليم بتاعنا فيه أي كلمة عن مدرسة بحر البقر مثلا، تفاصيل اللي حصلت، الضحايا، إيه اللي جرى يومها، إيه اللي جرى بعدها؟ هل في أي تعليم مثلا بيقول لنا، بيقول لحضرتك إن حصل مجازر بشرية للمصريين في 67، وإن هم كان بيتم جمعهم وصفهم والتخلص منهم في مقابر جماعية وقتلهم قتل جماعي نتيجة لأن الجبهة الشمالية من ناحية سوريا كانت مفتوحة؟ فبدل ما يقعدوا بقى ياكلوهم ويشربوهم ويمشوهم ويحمموهم والكلام ده كله، لا يقتلوهم ويفضل الحرب اللي بعد كده. فده اللي حصل في 67. هل في اي تعليم في مصر حكى لك اي حاجه من الكلام ده؟ هل في كتاب تاريخ بيتدرس في المدارس المصريه في اي حاجه عن الكلام ده؟ عشان الواحد بيقرا في كتب التاريخ بره مصر. وانا شخصيا اتكلمت مباشره مع احد العاملين على المركب التجسس ليبرتي، انا اتكلمت معاه بشكل شخصي، ممكن ابقى انزل لكم الحوار في مره. بس يعني الحكم العسكري ما يهموش ابناء الشعب المصري يا جماعه، ده اللي انا عايز اوصله لكم. فلو ما فقتوش لنفسكم هنفضل يتداس علينا بالمنظر ده، وهنفضل يتاخد خيرنا بالمنظر ده، ويفضل كل الاوساخ يتصعدوا جوه البلد لغايه لما يلمعوهم وهم عندهم استعداد يبيعوا اي حاجه علشان المناصب. فهو رايح يبيع لك الدنيا كلها للصهاينة، تعالى انا ادرس لك مذابح الهولوكوست اللي يعني 75% منها ملهاش اي دليل مادي، مش بنفيها، ولكن في حاجات كتير وزيادات كتير وارقام غريبة ملهاش علاقة بالواقع محطوطة في الموضوع ده. فيعني نقعد بقى ندرس في الاكاذيب اللي هم هاروا بيها دماغ الغرب والغرب فاق منها، نبتدي احنا بقى نغسل بيها دماغ ايه الصهاينة المصريين علشان السيسي يفضل في مكانه. يلا.